كان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي لي برا. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي لي. مبسوطة يا ست سماح؟ اديني فضيت لك القهوة عشان اكتب عليك، يعني موت وخراب زيارة كده برضه يا مين قصة عليك يا بنت، بارك معاك. اه ده نحلة عينيا كبيرة، هيقل لنا بقى الجو. العين دي احلى شوية من كده. عم جد كيف؟ عم جد اتفضل يا مولانا. اهلا وسهلا. سلام عليكم. ازيك يا عم جد؟ اتفضل، نورت. اهلا وسهلا. اهلا يا مولانا. اهلا. كان لازمتها يا اولاد السرعة دي؟ ما كان ممكن تستنوا لغاية الصبح. خليها الصبح فعلا احسن. لا يوب، اقعد يلا يا مولانا والنبي وخلص. اكتب الكتاب يعني وانتوا بالمنظر ده كده؟ ايه يا مولانا، مالها مناظرنا؟ ما احنا زي الفل قدامك اهو. ما تشوف شغلك يا عم جاد، في ايه؟ انتوا شاربين حاجه يا ولاد؟ لا لا الا الله يا عم جاد، احنا كنا بمشكله ولسه جايين. هتجوزنا ولا نحرف انا والبنت؟ لا والنبي، معاكوا بطايق؟ ما انت من 16 سنه فيها. ابني معاك، مالك يا عم جاد؟ وبعدين يا ابني، هات بطاقتك يا ابو لسان طويل، انت انا عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موحة مبروك يا مين. عقبالك يا بس. هتسمعيني زغروت؟ خلاص خلاص. ايه يا جيجي مالك؟ كفلة الشر. هيطلعوا عليا وسرقوني. يا لهوي، فين؟ بره عند الحواديه. وجرالك حاجه؟ كويسه والحمد لله.
ادي اخرة المرمطة في شغلك وسهرك في نصاص الليالي. فيها ايه يعني لو كنتي وافقتي باي حد من اللي بيتقدمولك بدل التعليقة اللي معلقها لك بسلامته دي؟ بقولك ايه ياما، مش كل واحدة اتجوزت راجل ستتها، في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رمينهم رمية الكلاب وما بيجيلهمش غير لما شوهم يجيلهم. ولا انتي نسيتي؟ سيبيني في حالي بقى. في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبي. ممكن اعرف يا سمين انتوا معطلينا لغاية دلوقتي ليه؟ مستنيين ديبو وعم جاد. وهي الجوازة دي ما تنفعش من غير ديبو؟ ما تنفعش يا عم جاد، كفاية سيك اخويا مش موجود، دياب لازم يبقى موجود على الأقل في أول جوازة. أول جوازة في عيني، أنت ناوي تتجوز عليا تاني ولا إيه؟ هو أنا حمارة بقيت أتجوز عليك إيه؟ غير يا يوسف. فين دياب يا عم؟ يا عم جاي في السكة ما أنا كلمته. شربتها نحلة. يا كبير. والله العظيم أنا بعرف أزعلك كنت بغلط. مبروك يا ميمي. يا ديبو. مبروك يا سماعة. إزيك يا عم جاد؟ أهلا يا ستيال. لما انت عارف ان في جوازه جاي متاخر ليه؟ ما كانش يعرف يا عم جاد، ما كانش يعرف. اقول لك على سر ولا عايز كان يعرف. انت تعرف يا ميمي؟ المصحف معرف اهو. استغفر الله العظيم. نهايته. اديني بطاقتك. بطاقتي؟ او ماي جاد، دي ضايعه من امبارح. يا ليله سودا ومطينه بطين، شاهد يا واد النحل وهات بتاعتك. تمام يا سماح. في ايه؟ انا معايا العزيز الغالي. باسبوري. خد يا تعالى. اهو. بقول لك يا عم جاد، اختم له عليه يمكن يستبارك وياخد الفيزا. والنبي. ربنا يسمع منك يا يوسف، يا رب يا اخي. بقول لك يا عم جاد انجز والنبي، انجز الجوازه العرفي دي. ها مين عرفي برضه ولا ايه؟ عرفي اهو. عرفي في عينك. مين؟ عرفي في عينك. وانت جاي على ايه؟ مش حاجه، كنت بنت عمتك. خلاص خلاص خلاص، انت هتعيط عليك انا بهرج. خلاص يا جاب، مش هي رسمي المره دي. رسمي رسمي. مبروك يا سماح. مبروك. على بركه الله، على بركه الله. مبروك يا موحى. مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. خلاص يا الكلب الجزمه. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي، اطلعي انا منتي. لا يا روحي انام ازاي بس وانا شايفاك مش مظبوط. قول لي بس مالك، في ايه؟ مفيش حاجه. الخواجه كان مديني ميعاد الليله عشان يديني بقيه الفلوس بتاع الشغل اللي اخده. قافل الموبايل بتاعه وما بيردش عليا، شكله كده مش مريحني. يا حبيبي ممكن يكون نايم او حصلت له ظروف. اطلع انت نام وارتاح، وبكره ان شاء الله ابقى اكلمه الصبح. لو ظني في محله مش هيبقى فيها الصبح، هيكون خلع. قصدك يعني يبقى نصب عليك؟ ملهاش اي معنى تاني. طب وانت يا حبيبي هتعمل ايه؟ تلاقيش كل مشكله وليها حل. يلا يا شيماء، يلا يا شهد، اصحوا اصحوا. ايه؟ اصحوا يلا يلا. ايه في ايه؟ اصحي بقول لي. ايه امك جرى لها حاجه؟ امك اتكهربت يا شيماء. يا اسود يا بنت بهزر معاك، امك من الكهرباء خلقه. يلا إيه؟ عشان الرايق وسماح كتبوا كتابهم، عايزين نهزلهم شويه. ايه ده كتبوه امتى دول؟ هم كتبوه هنعمل ايه؟ يلا بقى اصحوا، روح اصحوا امكم، يلا فوقوا كده. فاهمه حاجه؟ لا ايه ده، مين كتب على مين؟ Start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hey, papi. لا يا حبيبي لسه صاحي ما نمتش. داني؟ لا ما اتصلش. يا بابي قلت لك ما تديهوش الحاجه غير لما تاخد الفلوس كلها، ما سمعتش كلامي. طيب طيب خلاص، هنبقى نتكلم بعدين، فكري في اللي قلت لك. اصبح على خير. باي. دي غاليه؟ ايوه، مش راضيه تيجي تقعد هنا ولا راضيه ابعت لها حراسه تقعد معاها. طب يا حبيبي انت شاغل دماغك بيها ليه؟ ما احنا كل ما نكلمها في الموضوع ده تقول انا عارفه انا بعمل ايه. وبعدين يا حبيبي انت عارف ان هي دماغها عناديه ودماغها ناشفه جدا. يلا يلا عشان خاطري بقى اشرب الليمون وهشغل لك فيلم. يما يما في ايه؟ يما ايه في ايه؟ يما انا اتجوزت. تعرفي مين اللي اتجوز؟ انا اتجوزتي؟ ايوه يما اتجوزتي. اتجوزتي ايه يما؟ مالك بتتحرجي ده ليه؟ يا خرابي يعني كده اهو، كده اهو يا موحى، كده اهو يا موحى. في ايه في الحته يا موحى؟ كده اهو يا موحى. تجيبي انا شفتي في التراب يا موحى. اخصى بس يا اخصى عليكي. يعني 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 يعني
تضربها. عملت ايه؟ والنبي يا اخويا ما تضربها. البنت ده هي معلش معلش ما تزعلش منها. يما خنقتوني. خرجت من البيت واتجوزت يا اخويا، رجعت متجوزها. يا عم انت بقى انا اللي اتجوزتها، انا اللي اتجوزتها والله. لو النبي لو انت اللي اتجوزتها عامل ايه يا ولاد؟ الف مبروك يا الف مبروك يا موحى يا حبيبي. دلوقتي الف مبروك يا موحى. لا يا بنت بحضنك يا بنت. ماما وانا قلت لك ايه؟ ماما بقول لك الحمد لله ما طلعتش من حد غريب. يعني ده انا قلبي راح يا ريت، والله قلبي راح حبيبتي. هاي. The piece is beyond excellent. Prepare the money as I'm not staying in Cairo for no more than 24 hours. Okay. Thank you. Bye-bye. ما تزعليش يا جيجي، ما تزعليش. انت لو كنت استنيتي اروح اجيبك ما كانش ده حصل. صح يا نص، ما كانش ده حصل. طب ايه رايك نروح نكلم ابويا ونشوف ابوك يعني ايه؟ ابوك ايه اللي هنكلمه؟ ابوك لو كان عايش هنا حاجات كتير قوي ما كانتش حصلت. بقول لك ايه؟ ما تجيبش سيره ابوك ده تاني، خلاص؟ اهدي اهدي، وانت من بكره هتشوفي انا هعمل ايه؟ مش انا الراجل بتاعك؟ ايوه انت الراجل بتاعك. ذمتك انت حد يتجوز بالطريقه دي؟ الواد ده مجنون وهيعيش ويموت مجنون. محدش يعملها غيره. بس عارف هو عمل الصح. عمل اللي انا وانت ما نعرفش نعمله. لا يا صاحبي اتكلم عن نفسك، انا ماليش في الحوار ده خالص. عارف يا يوسف وانا قاعد مع نفسي كده بفكر يا اخي انا مأجل موضوع جيجي ليه؟ عشان ما اعيش فلوس، عشان مزنوق، بصرف على البيت وعلى اخواتي، ولا عشان خايف من الجواز، ولا عشان مش عايزها، ولا عشان ايه بالظبط؟ يا عم ما تكركبش دماغي وحياة ابوك، سؤال سؤال عشان اعرف افيدك. تفيدني بايه؟ ايه مقربه لوحدها؟ اللي اتجوز يبقى قد المسؤوليه، ما اتجوزش اساسا. انا خايف يا صاحبي. خايف اشيل شيء انا مش قدها. خايف يبقى عندي قرطه عيال يتربوا زي ما تربينا وتعلموا زي ما اتعلمنا وفي الاخر يطلعوا زينا. في ايه يا جدع؟ ما احنا زي الفل كلنا الحمد لله. يا يوسف تضحك على نفسك ولا عليا؟ انت لو بصيت لنا هتلاقينا ولا حاجه. احنا بنخربش في الدنيا عشان نحس ان بكره جاي. بنخربش في الدنيا عشان نحس ان احنا عايشين. بناخد حقنا منها بالدراع. بس يا ترى يا صاحبي بقى دراعنا ده هيسد معانا لبكره ولا هيقع مننا؟ شكلها مضلمه معاك جامد. مش عارف يا يوسف، عايز اتغير يا اخي، عايز اسافر، عايز اشوف ناس تانيه وجو تاني. نفسي ابقى محترم يا يوسف، عايز ابقى محترم. شوف يا ديبو، مفيش حاجه في الدنيا دي كلها هتخليك محترم قد القرش. والقرش ده تعمله هنا في بلدك، مش تطلع تعمله بره. يعني عملية كبيرة، عملية لحسابنا لوحدنا، جوازة متريشة كده يعني. جوازة متريشة؟ طب وانت بتتكلم معايا؟ الحاجات دي بتبقى اسمها نصيب. وبعدين بيني وبينك الجواز اللي ما يجيش منه مصلحة يبقى ما منوش عازة. يا يوسف بس في حاجة اسمها الحب. الحب يا أخي انا غلطان اتكلمت معاك اساسا. اتكلم مع مين؟ بنت خد يا سماع سماع خد يا بنت يا بنت. احنا مش كاتبين كتابنا ولا ايه؟ يفتح لنا حبيبي. الله اكبر يا بنت. هاتي حته بوسه بس تصبيره كده صغيره. ما قلت لك لا يا ميمي سيبني بقى. الله اكبر يا بنت. بوسه لحد الفرح بس. بوسه ما حصلش حاجه. لا الله الله اكبر. طب بقول لك ايه؟ عشان خاطر ميمي بوسه اخويا. بعين اللهم لك الحمد. ماشي يا سماح ماشي. امك هتخلص صلاه. ما تخلصي بقى في ايه؟ ما تهدى يا ميمي مالك في ايه يا راجل؟ السلام عليكم ورحمه الله. خلصت صلاه خلصت صلاه اهو. امي خلصت صلاه. السلام عليكم ورحمه الله. خليك بنار. حرام يا عمتي. جمعنا ان شاء الله يا حبيبي. بتاع ده تنضف كل يوم. مش هاجي كل يوم اقف قدامه كده ابص عليه. حاضر. تعالي يا بت اتأخر شويه كده. ماشي تعالي باتي معايا. خش نامي في حضنها. خش نامي في حضنها. خش نامي. ميمي اطفي نور الزفت وولع نور الهبابه عشان صلاح ما يتكفيش على وشه. ايوه خش نامي. تعالي يما وحشني حضني. خليها تنفعك. تعالي يا روح. تعالي يا بنت. هو كان المفروض يبعت لي تمن الحاجه امبارح بس ما حصلش. خايف يكون بيغلط. الحاجه دي ايه بالظبط؟ تمثال. تمثال ب 2 مليون يورو. تمثال ده يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني.
شيم، أنا لازم أعرف الموضوع بالظبط عشان أعرف أنا بتعامل مع مين، لأن لو اكتشفت إن الموضوع ده هيزعل ناس يخصوني أنت عارف اللي هيحصل لك. حضرتك ما تقلقش، دي مش أول مرة نتعامل فيها مع بعض. أوكي، سن أوامرك يا شيم. شوف شيمي، في واحد مضايقه حبتين، عايزين نعرف هو مين وسكته ايه في ظرف ساعة. تحت امرك يا شندرا. اوكي. طب احنا لسه ما اتفقناش على الامر. لا 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 لا. خلي الحساب لبعدين، لأنك لو طلعت مخبي عليا حاجة الحساب هيجمع. اتفضل. على اذنك يا شندرا. اتفضل. واد يا ديب. أنت يا ولد. واد يا ديبو. أنت يا واد. شوف البت اللي بره دي عايزه منك بنت ايه؟ مين يا ام؟ البت اللي اسمها جيجي ولا جيجي دي ولا ما اعرف ايه؟ جيجي بره؟ اه يا اخويا بره قاعده مستنياك حبيبي، على مهلك لا تقع. ايه يا شوش عامله ايه؟ انت كويسه يا بت؟ انا بخير. وامك بخير؟ الحمد لله. وفين يا بت؟ بكلمك من امبارح يعني ما بترديش. اصل في عيال طلعوا عليا ثبتوني امبارح. ثبتوكي؟ ازاي ثبتوكي؟ ما كلمتنيش ليه؟ هو سرقوا مني الشنطه والموبايل كان جواها يا ديب. حصل فين الكلام ده؟ عند الحوادية بالليل. وعيال كانوا راكبين فيسب كده. والعيال شوالي، هولع فيهم، هولع فيهم. بقول لك ايه يا اختي؟ الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ يعني يا خالتي. يعني يا خالتي يعني قد ايه كده؟ اسم الله. فلوس يا خالتي وحاجات. يا عم على فين يا ولد؟ يا اما بيقول لك ثبتوه يا اما. رايح فين يا دي مصطفى؟ ازعي يا بنت اللي موتك، ازعي. يا ديبو، يا ديبو، يا ديبو. مين؟ مكتوب نادين. خلص القميص عايز انزل. خلص اهو يا حبيبي، اتفضل. انت سبتها ولا ايه؟ هي مين دي؟ اللي كلمتك اللي اسمها نادين. انا كنت اتجوزتها عشان اسيبها؟ وبعدين انت بتسالي في اللي مالكيش فيه ليه؟ ما اقصدش والله يا حبيبي، كل الموضوع ان انا لاحظت انك بتكلمها كتير الفترة الأخيرة، فقلت يمكن ربنا هداك وهتتجوزها. تصنطي عليا؟ والنعمة أبدا، أنا كل غرضي إني أطمن عليك. لا اطمني، أنا بتاع جواز ولا غيره. ليه بس يا حبيبي؟ هما اللي اتجوزوا كانوا أجدع منك. مفيش حد أجدع مني، لكن لما أروح أتقدم لواحدة وأبوها يسألني أبوك مين؟ أقول له إيه؟ معرفش، روح أسأل أمي. تاني؟ تاني يا يوسف؟ تاني وتالت ورابع. مشكلتك إنك مخلياني حاسس إن أنا قد كده. شيل دماغك من موضوع الجواز ده خالص. مفيش واحدة بنت حلال هترتب عيل ابن حرام. قدامي يلا! قدامي يلا! قدامي! قدامي يلا! قدامي يا ابن الهرمة! قدامي! ايه ديبو! الشنطة معاك يا خالد! يا جدع! قدامي دي عيال تعبانة أنا لسه سجلين! قوم يا! قوم يلا! حط القهوة وقت الأحلى! يلا يا عم! خش يا! يلا يا عم الحق! يلا يا عم! يلا يا عم النهارده مفيش حاجه فيها يا يلا يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي جابك بدري؟ انا ما روحتش المحل اساسا. مين العيال دي؟ ده عيال الجيران قاعدين بيسلوني. ما انت طول النهار في الشغل واخوكي في المدرسه، هعمل ايه؟ وانت يعني مش لاقي حاجه تسلي بيها غير عيال الجيران؟ ناقصه يعني دوشتهم قوي؟ قلت لك بيسلوني ما تحبكيهاش بقى. اجيب لك تاكي؟ لا ماليش نفس. طب وليه بس سدت النفس؟ ما خلاص اللي راح راح. ايوه اللي راح راح، وانت اصلا ولا على بالك. كل اللي انت فالحه فيه هاتي هاتي، صح؟ هو انا باخد حاجه في جيبي يخونك طقم الملايات البمبه المسخسخ اللي لسه جايبهولك؟ تاني ياما ملايات؟ تاني؟ ايوه تاني ملايات عشان تتجوزي مسطوره. مسطوره؟ اه على اساس يعني ان بوليس الاداب هيلفني بيه. قطع لساني، ايه الكلام ده؟ بقولك ايه ياما، الفلوس اللي انا بديها لك دي علشان مصاريف البيت ودروس نص. جوازي بقى وجهازي مالكيش دعوه بيه، انا لما عاوز اتجوز هبقى اجيب انا جهازي على مزاجي، خلاص؟ طيب براحتك، والنبي ما انت فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه ولا عارفه قيمه الملايات. بصي قدامي. استر يا رب. السلام عليكم، مزيان حميات؟ شكرا قوي ربنا يخليك. شيماء، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ إيه أنت اللي بتعملي إيه هنا؟ أنت بتشتغلي هنا ولا إيه؟ أه استعبط استعبط، قال لي يعني مش عارف. بصراحة بستعبط. اه عارف، مفيش اصلك جيتي على بالي بصراحة، فقلت اطلع اجدع منك واشوفك. لا قلبك حنين. لا والله ده مفيش احن منه على فكرة.
بقول لك ايه؟ تيجي اخدك لفه بالعربيه نتفسح شويه قبل ما تروحي. عربيه مين دي؟ دي بتاعت واحد صاحبي. سرقها؟ سرقت ايه؟ بقول لك واحد صاحبي. انت هتلم علينا الناس ولا ايه يا شيماء؟ في ايه؟ هاي قلتي ايه؟ طب هتودينا فين؟ نفسي افرجك على مصر كلها من فوق. بس انا ما ينفعش اتاخر. انت اخرك في البيت كام؟ 7 9 ونص هتكوني في البيت، يلا بينا. انت هيطلع عين امك النهارده. ليه طبعا يا عم ديب؟ والنعمه انا ماليه فيه. انا كنت باجر المكن وقاعد تيجي اخد المكن وتعيش. هو انت مش من عيله الشوالي؟ وجوز اختك محمد خليفه؟ ايوه. وايه اللي ايوه يا رايق؟ وانت قاعد ابوك ما علمكش المرجاله يالا ولا ايه؟ ليه كده يا عم دياب؟ يلا نصة اخلص وروح. ليه يا رايق؟ صور نص، صور براحتك، بس بعد ما تخلص انده لاختك. ماشي، ده انا حزين لامك بالفيديو ده. ليه كده طيب؟ ايه مدياب؟ يا ايسن باشا صباح الفل. لا باشا ناس جايه لك في الطريق ومعاها الحاجه كمان، بس اللي قدرت تلمها يعني. باشا انت وعدتني والنبي ما تصغرني مع العيال. ماشي يا باشا، صباحك زي الفل، نهارك قشطه. سلام يا باشا، اتفضل. يا مين في حاجه ولا ايه؟ لا دي بكل تمام. بقول لك يا كبير، في واحد اسمه الاسمر عايزك بره، ادخله ولا انطره؟ انا عارف انه جاي طبعا. خليه يخش. هنيه تعالى. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام، هات كرسي نحله. انا يا كبير. ازيك يا اسمر؟ الحمد لله. ينفع كده يا رجاله اللي حصل تخشوا المنطقه وتخطفوا الواد من وسط اهله وما تعمليليش حساب؟ العيل الاهبل بتاعك ده ثبت حريمته خصنا بالليل. وربنا منع يا عم الاسمر، ده الواد بيست وهيما هم اللي اجروا مني المكن. بس ياض. وبعدين يا صاحبي؟ ما فيهاش بعدين يا اسمر. الحاجه ترجع بعدين نتكلم. بعدين احنا لينا حق عند الواد ده يتأدب باللي عمله. حق ايه؟ ده اللي يخص دي بيخصني يا عم الرايق. ماشي. ايوه يا احمد، الواد بيستو النهارده كان بيفك سلسله من على المكسامين بتاع الدهب، ما رضيش ياخدها منه. بيقولوا ان هو دهب مضروب. انا عايزك كده توصل تشوف لي قران الحاجه دي، واذا لقيتها تمام تقبض عليه. سلام يا ماشي يا حبيبنا. ماشي. نعم، عايزة ايه؟ انت بتعامل معايا كده ليه يا يوسف؟ كل ده عشان بحبك؟ يوسف انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان ما تسيبنيش، والله العظيم ممكن اعمل اي حاجة بس ما تسيبنيش. يا ابني اتكلم يا واد يا معفن، وحياة امي اللي اوريك، وحياة امي اللي اوريك يا يوسف. نادين، نادين، في حاجة؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. ودول بس اللي عرفتوا تجيبوهم؟ يا باشا احنا مواطنين شرفاء، وكل واحد كان معاه حاجة فينا جابها زي ما اتفقنا مع الرايق يا باشا. حلوة شرفاء دي، عجبتني على فكرة. يعني مفيش حاجة سلاح تانية مستخبية هنا ولا هنا؟ باشا لا هنا ولا هناك، احنا جايين معاك اخر واللي معانا جبناه. ماشي. استاذ فتحي. تمام يا باشا. خد العيال دي بره بضيهم على المحاضر وارميهم جوه في الحجز لغايه ما يتعرضوا على النيابه بكره. نيابه ايه يا باشا؟ هو مش الكلام خد ودي وبشكل ودي؟ يا باشا النيابه دي خارج نطاق اتفاقنا. اتفقنا؟ ولا كان في اتفاق بيني وبينك يا رحمك؟ في اتفاق بيني وبينك يا لا؟ يلا صوت فتحي، لا انت تتربى. تمام يا باشا. ماشي. شكرا يا باشا. اتفضل. اتفضل. سلامات يا رايق. ها ايه رايك بقى؟ مش قلت لك ان انا هجيبك في مكاني، هوريكي في مصر كلها من فوق. عاجبك مش كده؟ شغالك راغب علامه وانا بعشقك ومظبطك وجو كده. يا سلام على الحنيه. امال ايه طبعا؟ انا وانا معاكي بحس ان انا على طبيعتي. بحس ان انا زي ما انا. بفرحي وزعلي وجناني وعقلي. بعبطي كده زي ما بتقعدي تقولي عليا. ما بتكسفش منك. بدي حاجة بسطك؟ قوي 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 قوي. طب الحمد لله. وانت بتبقي مبسوطة وانت معايا؟
جدع وراجل تشتغل مع ابوك وشايل مسؤولية بيتكم متحمل مسؤولية يعني من الآخر مش زي العيال التافهة اللي بنشوفها اليومين دول بحس ان انت هتبقى امين عليا دي اكتر حاجة الواحدة بتبقى عايزاها من الراجل اللي هي اختارت ان هي تبقى معايا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده انت نطقتي انت مش واخدة بالك انت نطقتي يا بت البت نطقت يا جدعان برضه ما رديتيش على السؤال بتاعي انت تبقى مبسوطة وانت معايا ما قلت لك هي الواحدة هتبقى عايزة ايه غير واحد يحطها في عينيه ويخاف عليها اخاف عليكي؟ انت عبيطة يا بت ولا جالك تربانة في دماغك ولا اتجننتي ولا ايه حكايتك؟ ما اخافش عليك ازاي؟ ما اخافش على الحاجة بتاعتي؟ انت بتاعتي يا بت انت ملكي الله ايه بتاعتك دي؟ ايوه بتاعتي كلك على بعضك كده بتاعتي انا احمد جبر كبير كبارات الالترس يعني نادي القرن يعني احسن نادي في العالم يا جدعان المارد الاحمر البت نطقت يا جدعان انا بحبك خلاص بقى ما وانت شعرك لونه ايه صحيح؟ مالكش دعوه الله هو ايه مالكش دعوه دي؟ انا قلت لك بحبك خلاص طب على فكره بقى انت طبقت الجاكيت بتاعي بس براحتك يعني عادي ممكن نودي الفتح عندك قوي عادي طب والنعمه انت عبيط يوسف انت لسه عندك برد في المخزن ولا خلص؟ هيروح فين يا باشا ما هو قاعد ما انت شايف السوق عامل ازاي دلوقتي فعلا دي بقت مشكله كبيره قوي بس انا عندي ليها حل قوله موردين المراسم اليومين دول بقوا بيستنصحوا قوي وبدل ما ينزلوا الاسعار عشان البضاعه تمشي بقوا بيدبلروا الاسعار والورقه الموميه بقت بتعمل 150 و200 جنيه فانا بقول يا باشا بدل ما البضاعه مركونه عندنا والتراب عمال بياكلها نطلع منها شويه ونبيعه ان شاء الله حتى بنص الثمن اوكي بس قول لي غالي عشان تبقى معانا في الصوره يا كمان تمام يا باشا نو 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 بليز اي دونت وونت ذس اي وونت ماي ماني باك عن اذنك يا باشا بليز نو بليز اهدى 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 هاي Hi. What's the problem? You don't mind? I don't want this. I want my money back, please. Yes, but you didn't buy this from here. I don't care. I want my money back. Okay, I will show something else that you will like, I am sure. طلع لك مثال جرانيت. تفضل. What do you think of this? It's okay, يعني, but it's very heavy. It's heavy because this is real granite and this is handmade. Yeah, handmade? Yes, yes, beautiful. How much it cost? This is 400. 400? But for this beautiful smile, only 300. Really, 300. Okay, you take? Okay. Okay, thank you. لفول هلا. ماشي. Thank you. Yes. اديها 100 جنيه. Okay. Welcome. اتفضل يا بيه. سلام. شكرا. يا مؤاخذة يا أختي، الواد ما يعرفكيش، عيل واغش من بره المنطقة، تمامي على حاجتك وأي حاجة ناقصة إحنا سدادين. بقول لك إيه؟ مش عايز أشوف أي عيل هفق يهوى بناحية المنطقة، مفهوم؟ ماشي يابا. اي حد ينزل بره منطقه غريب هيتعمل عليه حق عرب وانا بقول قدام الراجل اهو راجل ماشي اصبر الحاجه تمام تمام يا زين انا بقى هطلع الله انا هكلمك ماشي سلام عليكم مساء الفل يا عزبي مساء الفل يا رايق انت فين مش باين ليه مش وقت يا رايق بعدين نبقى نتكلم المهم انا جاي اقريك على حوار جاي اقريك على حوار قبل ما تحصل مصيبه 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 ايه الواد بتاع الشاي اللي في القسم وانا معدي لقيته ثبتني خير يا ابني في ايه لقيته بيقول لي ابلغك ان هيثم باشا لعب الدنيئه يا رايق وحبس العيال وهيلبسوا القضيه انت متاكد من الكلام ده زي ما بقول لك كده يا رايق وانا يا صاحبي جيت ارسيك على الدوره عشان تشوف هتعمل ايه بالاذن يا رايق رخصك رخصي معلش يا باشا لا مؤاخذه معيش رخص معكش رخص ايه انا اسف معلش طيب اركن لي بقى حضرتك وانزل طب معلش بس استاذن حضرتك قبل ما اركن وانزل على جنب هسالك سؤال بس هو حضرتك كنت جايب كام في الثانويه العامه إيه؟ 50% مش كده يعني فاشل لا مؤاخذه يا باشا انا ما بنزلش لحد فاشل من العربيه ولو جدع حصادني بتقول ايه يا حيوان اوعى تقولي انك لسه ما رجعتش. انت بتهزر؟ ليه انت طيارتك الساعة كام؟ اوكي. طب بقول لك ايه؟
انت وحشتني قوي. لا بجد انت وحشتني. هاجي اخدك من المطار ونروح مع بعض. اوكي روح يلا باي. يوسف يوسف تحت امرك. بقول لك ايه، انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المخزن، هو فين؟ ما قدام حضرتك، هو في الورق. اه ده؟ طب فين شغل الذهب والخشب والحجر؟ حضرتك فاهمه يعني طبعا ان السوق اليومين دول واقف وما بيتباعش منه غير حته الازاز، والحاجات التانيه دي يمكن يتباع منها حته ولا حتتين بالكتير. بص بقى يا يوسف، من هنا ورايح لما اطلب منك حاجه حتى لو ما تبعتش منها حته واحده تحضرها لي وتجيبها لي، ممكن؟ اللي تشوفيه حضرتك. اديني مفتاح المخزن وانا هعمل لك جرد تاني. الو اي امزي. صباح الفل يا هيثم بيه. يا باشا ارغي. لا يا باشا انا مش هرغي ولا اطول عليك، انا جاي بس عشان الاتفاق اللي بينا. اتفاق ايه ده؟ اتفاق ايه؟ اتفاق باشا بتاع العيال. العيال تيجي تسلم الحاجه وتمشي على طول. تعبيط اروح امك؟ روح امي؟ اروح امك. شويه عيال بلطجيه سارقين سلاح ميري، ايه؟ عايزنا نضرب لهم تعظيم سلام واقول لهم متشكرين قوي انك حرقتوا من الاسم وسرقتوا من السلاح اللي فيه؟ يعني مفيش عيال؟ انسى انسى؟ يعني بتديني على قفايا وبتصغرني مع الناس؟ لو انت كنت فاكر نفسك كبير ولا ايه يالا؟ والعموم لو وحشينك قوي كده انا ممكن ارميك جوه معاهم. وانت بلاوي كتير. بلاوي كتير فعلا. لو عليك طيب احسن. يبقى تغور من قدامي دلوقتي وما اشوفش وشك هنا تاني. صح كده. ايه اللي يخلي واحده تحط في شنطتها حبوب منع الحمل؟ امال هتشيل ايه؟ مكنه حلاقه؟ مش عايزه تخلف يا سيدي، سيبها براحتها. متطلقه بقى لها كذا سنه. متطلقه؟ ده موضوع مختلف، ما دام متطلقه يبقى ده موضوع كبير جدا. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا عم ياسين، اتفضل. ايه؟ ماله ده؟ وشك مزنر ليه؟ الواد هيثم بتاع الاسم بيعمل عليا دكر. ايه اللي حصل؟ حاجز العيال وهيعرضهم على النيابه. يا ابن الكلب، طب والاتفاق؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ده انا هتربق فوق دماغي. ميمي ما ينفعش فتح الصدر ديت، لازم نفكر. يا جدعان نفكر في ايه؟ الراجل علم عليه، عايزينه يسكت؟ بس بقول لك يا ميمي، احنا برضه مش هينفع نقض مع الحكومه، احنا اللي هنزعل مش هم. بس يا جماعة مصلحة هرجع على طول. روق أمين كله هيبقى تمام إن شاء الله. ما ينفعش كده يا جدعان. لو كان جه خد العيال بنفسه كنا قلنا أمين، إنما أسلم العيال ويعلم عليا ده أنا أحش رقبته فيها. لما تحش رقبته ويحش رقبتك آخرتها إيه؟ بركة دم هتدفع ومحدش هيعرف يسدها. وشباب زي الوردة هتروح وتندفن في التراب. تعالى رايق. تعالى يا ابني واهدى. عم ياسين بيتكلم برضه في الصح. اهدى يا أمين. وبعدين انت مش لسه كاتب كتابك؟ افرح يا اخي وبلاش بقى تقلبها كحلي. هات شاي نحله. انا يا عم ياسين. وهات لنا واحد بحليب. انا يا. السلام عليكم. يا دي يا ابني الذين انت ايه اللي اخرك؟ ازيك يا عمنا؟ حبيبي تعال. عن اذنك يا عم ياسين. نحله هات لي الشيشه. هتشرب ايه؟ يا عم ياسين. المشكله ان انا جيت له في العيد لما غفلني ومديني على وشي. كل مشكله وليها حلها يا رايق. ودي حلها ايه؟ يعني نشوف محامي شاطر يخرجك. محامي؟ ده انا كده لبستها رسمي. انا البس طرح احسن يا عم ياسين. اهدى يا رايق، المساله ما تجيش قفش يا ابني. مش عشان نحل ثلاثه نحبس 20. الله. اتاخرت ليه؟ انا ما لميت الغله يا كبير. جبت المصلحه؟ انت تامرني. عد بقى كده وسمعني طرحتهم طمني على الامانه. نحله. انا يا زعيم. هات الامانه. اعتبره حصل. تمام.
مساء الفل يا سيدي. نورت المنطقه كلها. ده نورك اديبه. خير؟ لما كلمتني في التليفون ما فهمتش ايه؟ عمليه جديده ولا ايه؟ انا بعوز غير عشان شغل. امسك خواجه. ماشي، ايه المطلوب المره دي؟ الراجل ده خد تمثال من واحد حبيبنا وكان عليه الفلوس. ماشي، يتقدم. لا لا، سيبك من حكايه التاديب دي، احنا عايزين حاجه. متشيلها فين؟ في الفندق اللي هو نازل فيه. خد الورقه دي، فيها كل البيانات، اسم الفندق ورقم الغرفه وساعه التنفيذ، وانت عرفت تخشه. عملوا فيه شو تشبيه خلاص. بس انت عارف حكايه فندق دي صعبه قوي، امن وداخليه وسياحه، وانت شايف السياحه عاملين يحاجوا عليها، واي حد بيخربش جنبها بيظبطوه. بص يا ديبو، انت عارف ان الجنرال كان غضبان عليك والعمليه اللي فاتت، تاني انت شفت غضبه بنفسك، مش كده ولا ايه؟ المره دي بقى لازم تثبتوا له انكم رجال ضحايا وحي، ما زوايا الا تاني. انت فاهم؟ فاهم فاهم. الجثه يا زعيم. ايه ده يا ريس؟ ده مش كلاشينكوف. كلاشينكوف ايه يا مغفل؟ ده انضف من الكلاشينكوف 100 مرة. ولا انت خدت على شغل ورش النهضة وابو حشيش؟ الحتة دي نظيفة ولو خدشتها هزعلك. ماشي يا عمنا، واللي انت طلبته انا جبتهولك. انا بقى عايز حتة كلاشينكوف، عندي فرح كبير، عايز اعمل فيه الواجب ونقضي المصلحة. فرح؟ ماشي يا فقري. نحلة! عينيا يا زعيم. ادفن الجثة. ولو عم ياسين سأل عليا او ميمي قول لهم اطلع مشوار وارجع على طول. انا يا زعيم. تعال يا عم عشان اجيب لك مصلحتك. تسلم لي يا عمنا. سيب لي الموضوع، انا اروح اتكلم مع هيثم ده واتصرف معاه. عم ياسين، الواد ده مشكلته ما بيكبرش حد. معلش، هي محاوله. الحق دي اهل العيال اللي اتحبسوا النهارده جايين بره، وشكلها هتبقى مجزره النهارده. طب السلاح من جوه. بس يا رايق اهدى، مفيش سلاح هيطلع، انا هتصرف. ولا تلاقيني
محكوم علي عيش مع ناس بتوشر مع ناس لا ليا كتير ولا حست فيهم بالمر محكوم علي عيش مع ناس